انت لسه نايم مكانك يا حبيبي؟ مش معقول. على فكرة أبوك بدر ميعاد رجوعه، هيرجع يوم 23. أنا ما قلتلوش على حكاية قراية الفتحة، وقلت لأخوك ما يقولوش. طب إيه لازمته نفتح الموضوع اللي ملوش لازمة ده؟ يعني ما أقولكش؟ طيب أهديكي قلتي. في حاجة تانية؟ أنت حالك مش عاجبني. أنت ما بتخرجش من البيت خالص. يعني أنا أخرج تصدعيني وتزني وتعالى ونسني قاعدة لوحدي، أقعد في البيت؟ أنت ليه قاعد في البيت؟ أعمل إيه رايحك؟ والله يا حبيبي بتوحشني، ويوم المونة لما تقعد معايا في البيت، لكن مش عايزك تقعد مكتئب. موضوع صعب أوي يا عم. أنا كنت هتجوزها. أنا تايه. تايه أوي ومش عارف أعمل إيه. أنت معقول لسه بتحبها بعد ما كذبت عليك؟ لو لسه بتحبها اتجوزها. انا عملت اللي عليا وكشفتها لك. ودي الورد ده عند العنوان المكتوب في الورقة دي. حاضر. يلا. هاي مامي. هاي حبيبتي. انت ما رحتيش الجلسة ليه؟ قلت اعدي عليكي اشوف لو تيجي معايا. بس انا بعت محمد بس يوصلي حاجة وراجع على طول. عايزاني اساعدك في حاجة؟ لا يا حبيبتي، انا هدخل الحاجات وهمشي معاكي. هاي. 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 ازيك يا حسن، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بنوتي نور. حسن مدير الاجنسي اللي احنا اغلب شغلنا معاهم. هاي، ازيك؟ زي حضرتك. الحمد لله. على فكره مامي بتتكلم عليكي كتير معايا. هي برضو كلمتني عن حضرتك كتير. خلاص، يبقى احنا كده نعرف بعض من قبل ما نشوف بعض اصلا. بقولك ايه؟ انا جات لي فكره. ما تيجي تشتغلي معانا. اشتغلي. في حاجات كتيرة جدا ممكن تعمليها، انت صوتك حلو. يعني ممكن تعملي الفي او بتاع كل الاعلانات اللي احنا بنعملها. او في حاجة أحلى. ممكن تعملي ام سي لكل الايفنتس اللي احنا بنعملها، تقدمي الايفنت. فكرة. والله فعلا فكرة حلوة. يعني ممكن تمشي، تسيبك من الشغل اللي انت تعبانة فيه في البنك ده. فكري فيه. هفكر. ومي شكلك قاعدة، أنا لازم أروح الميعاد بتاعي. ماشي. انت فعلا لازم تمشي عشان ما تاخريش. انا هحصلك اول ما اخلص. Uncle, was a pleasure meeting you. The pleasure was all mine. Bye bye. Take care of yourself. Bye. ليه ما قلتليش ان النور جايه لك؟ ما كنتش عارف اصلا انها جايه ولا هتعدي عليا. طب وانت قلتي لها على موضوع الميعاد بتاع النهارده؟ ما قدرتش. قبل ما انا اصح ما ينفعش اقول لها، لان الزعل بيزود البهاء وكفايه الاسترس اللي هي فيه. انا حاسس اني مش قادر اساعدك باي حاجه. انا اسف. اسف علي بس. وانت في ايدك ايه تعمله. انا كل املي بس ان حاتم ما يخيبش ظني فيه ويطلع بنيته.